نهار اسود، مالك يا شعبان؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ رجلي اتلوحت وانا بنط. خش يا اخويا اتسند عليا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ البيه بتاعك جه سأل عليك مرتين النهارده. اقعد. شكلها بلوه سوده. باينها كده. ايوه عند بز الرجل كده. كان جاي والشر باين في عينيه زي المره اللي فاتت كده. فاكر لما حط عليها؟ مش عايز افتكر. الواد النمرود شكله ليه يد في الحوار بتاع مراته وبنته. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شمامها. هي بعيده بس دي عدلتها. بس الواد النمرود ده عيل وسخ وخاين. وانت مش كنت عند البت سامي؟ الحكايه دي بقى مش هتخلص لما النمرود يموتك يا تموته. حسيبه لا حن عليك، فكك من الحوارات دي. خش اعمل لنا كده شويه شاي نسيح بيهم ولا لقمه نتقوب بيها. قبل الشاي واللقمه خليني اعمل لك شويه زيت سخنين ادعك لك بيهم رجلك. يا شباب يا باشا، الكلام مع الرجالة مش مع الحريم. خلاص يا حسيبة تعالى يا باشا، كلامك معايا أنا. تعالى يا باشا. فين فريدة وإنجي؟ سعادتك أنت عارف إن أنا كنت محبوس، ماليش دعوة بالفيلمية دي. أنت فاكر إن الباب ده هيحميك مني؟ ما يحمينيش يا باشا، عارف ده كويس. إيه القصة يا شعبان؟ القصة دي يا باشا مش دعوة بيا، زي ما بقولك، كل اللي أعرفه إن الواد النمرود بيعمل شغلانة لوحدة هانم كبيرة، جايز القصة دي ليها علاقة بمراتك وبنتك. اللي عرفت إن هي نبيلة طنطاوي. مرات إبراهيم الجيار؟ أنا نبيلة طنطاوي. أنا في الجيم تقريبا طول النهار وإنجي ما جاتش. يعني ليه كان بيكسب؟ طبعا أنا قلبي مش مطمن يا أنكل، وخايفة يكون إنجي حصل لها حاجة. بلغ البوزي يا مختار، إنجي جرى لها حاجة. أنا مش عارف أعتذر لحضرتك إزاي يا إبراهيم بيه. هو أنت ليه على طول مش عارف يا طارق؟ مش عارف تشكرني إزاي؟ مش عارف تعتذر إزاي؟ لازم تعرف بقى يا طارق. مش عارف بس يعني شكل حضرتك زعلان مني قوي. ليه؟ اتفضل. الإخلاص والطاعة يا طارق هما قانوني الوحيد اللي ما بقبلش غيره. وأنا مخلص جدا يا فندم ومطيع جدا جدا والله العظيم. مساء الخير. أهلا يا ليل. ليل بي عبد السلام صديقي المهندس طارق، واحد من ولادي. أهلا وسهلا ليل بي. أهلا باشمهندس. طيب اتفضل أنت يا طارق، جهز نفسك، أنت مسافر الليلة في طيارة 9 على دبي. حاضر يا فندم، بعد إذن حضرتك. بعد إذنك يا ليل بي. ايه يا ليل؟ شكلك في حاجة. مراتك نبيلة طنطاوي